عايزه اقول بطريقه عامه قوي في حياتنا مع ربنا، المملكه اللي ارادتي بتقود فيها دي مش مملكه الله. كل مره بشوف ان انا اللي بقود حياتي وانا اللي بختار قراراتي وانا بعملها بنفسي وارادتي هي اللي بتقود مسيره حياتي، دي مش مملكه الله. مملكه الله هو بس اللي بيقود فيها. الحقيقه ان هي مملكه ابليس، مش بس ابليس اللي بيقود فيها، لكن حتى لو كانت ارادتي الذاتيه، حتى لو كان اللي بيعجبني واللي انا بحب اعمله هو ده اللي بيوجه مسيره حياتي، فانا محتاجه اراجع انا بنتمي لانهي مملكه. والارساليه والعمل المرسلي مليان بالحروب الشعواء ضد مملكة إبليس، ومش هنعرف ننتصر في الحرب دي، ومش هنعرف نجيب نفوس كتيرة للرب ونؤثر في شعوب وسط عالمنا اللي احنا موجودين فيه من غير ما تكون إرادة الله هي اللي بتحكم، وان الروح القدس هو اللي بيقود مش احنا اللي بنقود. كتير قوي في الحرب الروحية اللي بنقابلها في العمل المرسلي، في حقول كتيرة حوالينا، مرات اما ان احنا بنهول او بنهون، كتير قوي بنرفض ان احنا نعترف ان في واقع، ان في مملكة ظلمة ليها اتباع وجنود كتيرة جدا، وإبليس مسيطر في اماكن كتيرة. مرات احنا بننكر الواقع ده، او مرات نهوله، ومن كتر ما مرات بنحس اننا مرعوبين من عمل ابليس ومن تحكم ارواح شر في نفوس بالطريقه الصعبه قوي دي، احنا بننسحب من المعركه. لكن ربنا بيشجعنا انه ولا نعمل كده ولا نعمل كده. تشارلز كرافت ده مرسل جميل قوي قوي، ربنا استخدمه سنين طويله في نيجيريا، قال كده انه العمل المرسلي عنده ثلاث اهداف مهمين قوي قوي. الهدف الاول هو اظهار قوه المسيح وسلطانه. لما كان يسوع على ارضنا ما كانش بيتكلم عن القوه والسلطان، لكن كان بيظهرهم بانه ازاي العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون. كم المعجزات اللي ربنا يعني عملها ويسوع على أرضنا وهو في حياته بيقول يصنع خير كتير قوي قوي. عشان كده المرسلين مش بس مدعوين نتكلم عن سلطان المسيح، لكن نظهر السلطان ده. والحاجة التانية اللي احنا مدعوين نعملها في الحقول هي ان احنا نعلم الناس عن التكريس والتبعية والعلاقة مع الله، لانه مش القصة بس ان احنا ربنا يستخدمنا في شفاءات معينة، او ان ربنا يعمل شفاءات معينة من امراض، وان ربي يظهر سلطانه على ارواحنا ويشفي أمراض، مش بس الغرض المعجزات. لأنه لما كان المسيح على أرضنا وفي لوقا 9 قال كده أنه ناس كتيرة جدا شافت معجزات لكنها لم تؤمن. عشان كده وإحنا في الحقول في ناس ممكن تشوف معجزات وتشفى من أمراض، بس مش بالضرورة أنهم يتبعوا المسيح. الحاجة التانية والمهمة قوي أنه ناس تظهر ولائها وتبعيتها بأنها تقدم تكريس حقيقي للمسيح. لكن الحاجة التالتة كمان أن إحنا نقدم الحق. الناس محتاجة تسمع الحق، لأنه زي ما الكتاب بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم. هدف معرفة الحق إن الناس تفهم الله وإنها تتحرر وأذهانها المقيدة تتفك. وهدف إظهار قوة وسلطان المسيح هو إنه الناس تتعلم عن محبة الله المحررة وسلطان ربنا المغير بجد الواقع مليان بالإحباط وباليأس موجود حوالينا. لكن كمان الهدف من إنه الناس تتعلم عن التلمذة ويكون ليها ولاء لربنا هو انه يكون في علاقة شخصية بين الناس دول وبين ربنا. دول ثلاث اهداف مهمين قوي محتاجين نحطهم قدام عينينا في خدمتنا وفي كرازتنا وفي ارساليتنا كمان. ثلاث حاجات دول ابليس كأنه وجه ثلاث سهام ضدهم لما كان يسوع على أرضنا. الكتاب المقدس بيقول لما كان يسوع في البرية بدأ يجرب من إبليس، واتجرب في الحاجة الأولى اللي هي القوة، إظهار القوة، لما قاله لو أنت ابن الله حول الحجارة دي لخبز. والحاجة التانية كمان يعني كأنه رمى سهم ضد ولائه لما قال له أنا هدي لك كل ممالك العالم إن خررت وسجدت ليا. والحاجة التالتة إنه شكك أو طعن في الحق لما قال له مكتوب إنه يوصي ملائكته بك، ويسوع قال له مكتوب أيضا. ومهم جدا وإحنا في الحقول إن إحنا نهتم جدا بالثلاث حاجات دول. لكن اللي أنا عايزة أقوله كمان، مش دور المرسل بس في الحقل إنه يهتم بالاتجاه الروحي أو إنه يحامي عن الحق الروحي، لكن دوره كمان إنه يحامي عن حق الناس جسدياً في البقاء. محتاج يشتغل في اتجاهات كتيرة قوي قوي. فاكرة كويس في وقت من الأوقات كنت بخدم في جنوب السودان، وبنوصل في خدمتنا لقبائل صعبة قوي، ما كانش ليها حتى طرق إن العربية تقدر تمشي فيها. قبيلة عايشة وسط الأدغال في الغابة، ما فيش طرق حتى إن الناس تقدر توصل
للقبائل دي. فاكره كويس قوي قعدنا وقت مع فرق كانت بتيجي من مصر في الوقت ده، نصلي كتير قوي يا رب افتح طرق. احنا مش بنصلي ان النفوس تخلص دلوقتي، احنا بنصلي انك تبعت يعني تقدر تفتح لنا طريق عشان نقدر نوصل للناس. حاجه مذهله جدا حصلت انه اتفاجئنا انه اليو ان كان في الوقت ده بيعملوا مشاريع طرق كتيره في جنوب السودان، كانوا لسه بادئين الامر ده جديد، وبداوا يفتحوا طرق لنفس القبائل اللي كنا بنصلي علشانها. ان كل ما نصلي القبيله نلاقي اليو ان بعد كام شهر بداوا بحفرات ان هم يكسروا الاشجار في الغابه ويفتحوا طريق. وكان ربنا وقتها بيكلمنا انه انا مش بس بصلي الهدف الاول الناس تعرفني، مرات من خلال الامور دي بتبقى بوابه انه كلمه ربنا تخترق وان كلمه ربنا توصل. ازاي في الحقول محتاجين نعلم كتير قوي عن حرف كتيرة، الناس تتعلم حاجات تجارية وإنها تتعلم بعض الحرف. أفتكر من الحاجات اللي أثرت في وقت جدا في مجموعة كبيرة من الأرامل كنا بنخدمهم في جنوب السودان، وربنا بدأ يحط في قلبنا إنه مش بس دوركم معاهم روحي، لكن كمان هتولهم بعض مكان الخياطة وعلموهم كورسات، علموهم حرف تبقى تولز وأدوات الناس دي بتعرف تعيش من خلالها، إنهم يتعلموا حاجات عن الإسعافات الأولية وعن التمريض ويتعلموا بعض الحرف. أفتكر ربنا حاطت الكنيسة على الأرض الأدوار كتيرة قوي إنها تغير واقع. يمكن مرات الحكومات بتبقى مش قادرة. افتكر في جنوب السودان في وقت من الاوقات كنت ما كانش في ذهني قوي ان احنا نروح نخدم في بلد معينه الوقت ده، رغم اني كنت بسمع ان هي فيها نسبه اطفال شوارع كبيره قوي قوي. اتفاجئت من مره قابلت مطران بتاع البلد دي، مطران اكبر كنيسه موجوده في البلد دي، وقال لي احنا عايزين نفتح ملجا في الولايه بتاعتنا لانه في كم اطفال شوارع وايتام كتير قوي في البلد دي، واحنا ككنيسه الحكومه بتطلب مننا بتقول لنا انتوا ككنيسه عندكم دور انكم تساعدونا ننقذ الاطفال الايتام والمشردين. وقتها اتاثرت قوي انه ازاي مرات الحكومه هتبقى حتى كل املها وتوقعاتها في اصلاح العالم الصعب جدا اللي احنا بنعيش فيه النهارده على الكنيسه وعلى المؤمنين ان هم اللي هياخدوا المبادره وانهم يتحركوا للناس. واحنا في الحقول بنقابل تحديات صعبه جدا وحرب شعواء مع مملكه الظلمه وضربات كتيره بتبقى الارض اللي احنا بنخدم فيها يعني بتعاني منها. ازاي انا كمرسل او كخادم ربنا بعته يخدم في المكان ده، ازاي احفظ وازاي احصن نفسي من التحديات اللي ممكن تصيبني؟ ده اللي احنا هنسمعه مع خادم غالي قوي هيقدم لنا يعني اجابات جميله وكلام احب قوي ان احنا نسمعه. تعالوا نسمعه مع بعض. حضرة الشيخ أهلا بيك. أهلا. المشوار المرسلي مشوار صعب قوي، بيشن ضدنا حروب شعواء في الحقول، حروب روحية وحروب نفسية. إزاي المرسل يعرف يحصن نفسه ضد كل سهام إبليس الملتهبة، وإزاي يحفظ من ضربات الأرض اللي بيخدم فيها؟ تحديات العمل المرسلي كبيرة قوي، لأنه عادة بكون عايش في وسط مجتمع مختلف عني. في الأول بيبقى لي الإكسايتمنت والإثارة بتاعته في حتة جديدة وبجرب حاجات جديدة، بس بعد شوية بكتشف إن أنا هفضل قاعد كده مدة طويلة فبحبط. الأكل أنا بحبه مش باكله مش بلاقيه، أصحابي اللي بخرج معاهم، الجو اللي أنا عامله، وإحنا مصريين بعيد عن المجتمع سمك بره المية يعني، فبنبقى حاسين بالغربة الشديدة. عشان كده لازم أرجع قبل الإرسالية وأقول الإرسالية بتتبني إزاي. بتتبني انه انا مرسل من جماعه، من عيله، من كنيسه، من شعب، من دايره قريبه مني. لازم اكون الاول قريب من الناس ورايا وحاسس ان انا مش لوحدي، وابقى ما عنديش الخجل ان انا اقول الحقوني انا تعبان انا مضغوط. فلابد من وجود مسانده وتعضيد من ناس تانيه حواليا، سواء وانا في الحقل من الدايره القريبه، ودي تضرب كتير قوي بالخلافات، ولازم احافظ على وحده الفريق اللي انا فيه لانه ده السند بتاعنا ومع بعض. لكن كمان عندي الناس اللي من بلدي ومن كنيستي بيسالوا عليا وبيهتموا بيا من وقت للتاني، فبالتالي اكون مرتبط بيهم. كتير قوي ناس بتعتبر ان الدعوه الارساليه انه هي عمل منفرد انا اطلع لوحدي، وفي ناس استجابت للدعوه ديت بشجاعه رهيبه. لكن دايما انصحهم اقول له وانت هناك ابتدي تدور على الارضيه اللي انت خارج منها، والا بعد سنين هترجع ونقول لك حضرتك مين. فلازم دي تبقى موجوده دي، او اولا علشان تستمر وتروح حقل تاني لما ترجع، او لما ترجع تلاقي ان انت رجعت لبيتك والناس عارفاك.
والحاجة التانية انك وانت بعيد انت محتاج ناس تهتم بيك، محتاج ناس تهتم بيك معنويا، تهتم بيك روحيا، تهتم بيك بكل الامور اللي انت محتاجها وانت في الفيل زي ما انت قلتي، الضغوط والحاجات اللي في الارض. في بلاد صعب، نسب الطلاق فيها عالية قوي، العائلات بتتحارب حرب رهيبة لدرجة انه ممكن يجربوا بصعوبات شديدة جدا جدا. محتاج حماية روحية، محتاج قادة وخدام يكونوا بيصلوا معايا، محتاج ناس. احنا كتير قوي بنعمل لقاءات من على بعد، حتى دايما الاخبار ابعت SOS، ابعت الحقوني، صلوا من اجلي لاجل ده، بيفرق كتير قوي 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 قوي. الحاجة التانية كمان، الحاجة الأخيرة مهمة أوي أوي اللي تضاف للموضوع، هو العناية الشخصية. وده بيتبني على قد إيه ربنا استثمر في حياتي قبل ما أروح الحقل، وحط أساسات، وإن يظل أنا ماشي مع ربنا كتلميذ. أنا مش رحت الحقل وخلاص اتخرجت من التلمذة وبقيت خادم، أنا أظل تلميذ طول عمري بتعلم. وعشان كده الالتصاق بالكلمة والالتصاق بالعبادة وبالطاعة الإلهية وأنا في الحقل مهم أوي أوي أوي، علشان أفضل مكمل وأقدر أنجح إن أنا أكمل. مهم أوي المساندة الروحية والعملية اللي للخادم سواء في مصر أو برا مصر، بس بالأولى اللي في إرسالية وفي بلد صعبة وبعيدة. كل مرة كنت برجع من جنوب السودان أجازة مصر، الناس بتسألني طول الوقت إيه أخبار الخدمة في جنوب السودان. شيخ فايز غالبا أول حد في حياتي اللي سألني قال لي أنتي أخبارك إيه، أنا عايزة أطمن عليك، ما تحكيليش أي أخبار عن الخدمة، إحنا محتاجين نمارس الممبر كير، رعاية الأفراد. أشجعك قوي تتعرف على أي مرسل بيخدم في أي حقل حول العالم وتشجعه وتصلي علشانه.